أهلا بكم مشاهدي الفضائية المصرية، وآخر فقرة في صباحنا مصري لهذا اليوم. والحقيقة في اهتمام غير عادي من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية في هذه المرحلة بالشباب وتنمية قدرات ومهارات الشباب وتأهيلهم أيضا لسوق العمل، ويمكن متطلبات سوق العمل متغيرة عبر السنوات. علشان كده في هذا الاهتمام، علشان كده في جهات كتيرة مختلفة بتهتم بتأهيل الشباب لسوق العمل وإقامة بعض الورش، ورش العمل، وكمان بعض المعسكرات للطلبة لتأهيلهم لهذا الأمر. وحياة مختلفة مش بس بتكتفي الحقيقة بالدراسة وكل هذه الأمور، لكن تدريب عملي وتأهيل عملي. علشان كده الحقيقة معايا ضيفتي الكريمة اللي منوراني النهاردة للحديث أكثر تفصيلا في هذا الأمر، دكتورة جيهان حمزة عامر، مدير مكاتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. برحب بيكي دكتورة جيهان. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. بداية كده كلمينا أكثر عن الاهتمام من قبل هذا النادي، نادي ريادة الأعمال، بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل. نادي ريادة الأعمال ده نادي موجود في حوالي 35 جامعة في أنحاء الجمهورية، هو تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هو مدعوم فنيا وماديا من الأكاديمية. الجامعة سواء في جامعات حكومية وجامعات خاصة، وحاليا مفتوح كمان المجال للمراكز البحثية إن يقيموا النادي ده. بتبقى الجامعة هوست، بتبقى استضافة وبتعمل عليه، طبعا ممكن هي كمان بندعم من عندنا كمان، فبتبقى بنحاول ان احنا التارجت او الهدف بتاع النادي هم شباب الجامعه. طبعا بدا من امتى النادي؟ المشاريع نوادي ريادة الأعمال تحت أكاديمية البحث العلمي بقالها حوالي سنة أو سنة ونص تقريبا، يعني لأن كل جامعة يعني التحقت بالمشروع في وقت مختلف شويه، فرق مثلا شهرين ثلاثه، ولكن هو الكول بتتفتح تبع الاكاديميه والجميع بيقدم، فاحنا داخلين حوالي سنه او سنه ونص. شويه لما برجع بالذاكره زمان، كان يمكن في جيلنا لما احنا كنا لسه في الدراسه كان الاهتمام بالدراسه فقط، التاهيل للجامعه وثم الجامعه والشغل، لكن ما كانش في فكره التاهيل لسوق العمل. بالظبط. يعني الفكر ده شويه مستحدث، والحقيقه القياده السياسيه مهتميه جدا بهذا الامر. فكره انتشار هذا الامر وتاهيل الشباب لسوق العمل بتشوفيه ازاي يا دكتور؟ ده طبعا من الحاجات المهمة جدا جدا، لا تقل أهمية عن الدراسة، بالعكس خالص. أحيانا كتير بيبقوا فيه طلبة داخلين حسب رغبة الأب والأم عشان المجموع إرضاء والمجموع، وفي بيبقوا حابين حاجة تانية خالص. وعشان كده هي ريادة الأعمال أول حاجة بنعلمها للولاد إن الفكرة اللي أنت هتقوم عليها يبقى عندك ليها حب، لازم يبقى فيه الباشن تجاه الفكرة اللي هنقوم عليها المشروع أو البيزنس ده. وطبعا الجميل اللي في ريادة الأعمال، وده اللي احنا شغالين عليه، احنا مش بنشتغل على البيزنس من أجل البيزنس، لكن احنا بنتكلم على السوشيال أو ريادة الأعمال من أجل المجتمع. قائمين على الـ17 هدف للتنمية المستدامة. يعني لما عملنا المعسكر وخلينا الولاد يبدأوا يفكروا، حطينا لهم الـ17 هدف من أهداف التنمية المستدامة قدامهم، وقلنا لهم حاولوا تفكروا فكرة نحاول نحل بيها أو نوصل بيها لأي هدف من أهداف التنمية المستدامة. فبنحاول إن احنا إن هم يقدروا ينشئوا البيزنس بتاعهم، في نفس الوقت يتبقى حاجة ما تضرش بالمجتمع، ما تضرش بالبيئة، ونوصل لأهداف ثانية. يعني دكتورة جيهان، هل شباب محدد هم التارجت أو الهدف بتاعكم، ولا أي حد بيدرس أي مادة علمية ينفع أنه يلتحق بنادي ريادة الأعمال؟ أي حد، يعني مش شرط، ما فيش مش كلية معينة، لأن هي في النهاية إحنا هدفنا الحاجة اللي الطالب بيحبها. ممكن يبقى كلية بيزنس، ممكن يبقى صيدلة، ممكن يبقى هندسة، ممكن يبقى applied art، فنون تطبيقية. لأن إحنا كمان لما بنديهم الفكر ده
انا بعرفه ايه الفرق بين ان انت يبقى عندك شركه وبين الفرق بين ان انت تبقى موظف. ده مش معنى ان انت تبقى موظف دي حاجه وحشه طبعا، لكن احنا بنعرفه الطريقين، متطلبات ده متطلبات بالظبط. وانت ليك اللي في عشان تبقى رائد اعمال ليك مواصفات معينه في شخصيتك، وبناء على كده هو يبقى مقرر انا انا لا انا هتجه في طريق في كارير التوظيف، وانا عايز ابقى اشتغل في شركه، اشتغل في مستشفى، لكن ان ابقى رائد اعمال لا انا ما فيهاش الصفات بتاعت رائد او العكس، او يعرف ان هو لا ممكن يعمل العمل الخاص بتاعه. دكتور جيان اسمحي لي، يمكن المفهوم ممكن يكون مختلط علينا شويه، فمحتاجين توضيح. هل الشباب اللي بيلتحقوا بهذه الورش، ورش العمل اللي بتعملوها، بيجي بافكاره؟ يعني هو عنده اوريدي فكره بيزنس ما، وانتوا بتساعدوه ازاي يشتغل ده، ولا انتوا اللي بتطرحوا عليه الافكار ويبتدي يختار ويشوف هو بيميل لايه فبيلتحق بالدراسه اللي في هذا المجال؟ لا، احنا بنسيبه هو اللي يكون يجيب فكرته ويجيب فكره المشروع اللي هو نفسه او كان بيحلم يعمله، ولكن مع الخطوات اللي بناخدها علشان المشروع يقام هو بيبتدي يظبط اذا كانت الفكره دي تصلح ولا ما تصلحش. هو ممكن يبقى عنده دي بيزنس ناجح، ده كذا كذا، لكن انا لما بوضح له احنا هنعمل سيرش هنا، هنشوف المنافسين ليك في السوق ده، انت حجمك جنبهم ايه، الموضوع دوت البادجت بتاعته قد ايه. ما هو احنا هنشئ شركه صغيره، فانا ما احلمش ان انا يبقى عندي مثلا راس مال بمليون، لا انا لازم ابتدي صغير، لان هي في النهايه هي شركات ناشئه. فلما بنظبط له طريقه الدراسه لانشاء المشروع هو بيبتدي يظبط فكرته، ممكن يغيرها خالص. بس اهم حاجه تبقى فكرته هو عشان يبقى حبيبها. حلو قوي. هل يعني محتاجين نفهم منك اكتر شكل ورش العمل بتكون عامله ازاي، مدتها قد ايه، ايه نوع المواد اللي بيدرسها الطالب او بيدرب عليها؟ كمان هل بيكون في محاكاه عمليه؟ يعني فكره انه رياده الاعمال اعتقد فيها جانب عملي شويه، فهل بتتم في محاكاه؟ بالظبط بالظبط، هي ورشه العمل ممكن بتبقى في ورشه، في بيبقى معسكر اسبوع وممكن بيبقى في معسكر 15 يوم. احنا علشان الظروف الدراسيه وما يعني ما يتبعدش عن الدراسه، فعملنا المعسكر الاول ده عملناه 15 اسبوع. ده من كام يوم؟ ده اللي هو بالظبط الاسبوع اللي فات، وبيبقى هدفه ما فيش حاجه، بنديهم احنا الخطوط العريضه، بنديهم البيز اللي يمشوا عليه، ونسيبهم هم يعملوا السيرش بتاعهم ويرجعوا ونناقشوا. طبعا احنا مثلا كان عندنا 130 طالب، قسمناهم ل 15 مجموعه، لان طبعا الهدف الرئيسي هو العمل الجماعي، الهدف فالعمر ما في حد هيقيم بزنس لوحده، لازم يشكل تيم، والمجاميع دي كل واحد فيهم اختار فكرة واختار مشكلة يحلها، ان هي دي بداية الخيط، حاجة اكون بحبها واكون بدور على مشكلة في المجتمع او مشكلة بتواجه مجموعة من الناس وابتدي الاقي لها حل، الحل ده ممكن يصلح لبزنس. ده البيز اللي احنا بنبتديه. طب لو قلت لنا، دخلتينا في المشهد معاكي اكتر، قلت لنا ايه اكتر واهم الافكار اللي تم طرحها خلال المعسكر اللي اقيم منذ ايام بسيطه؟ كان في لما عشان هم مشوا حوالين يعني او تبعا لل 17 هدف التنميه المستدامه، كان في من الافكار اللي هي تعتبر جديده، في ولاد ابتدوا يجدوا مشكله للحيوانات المنقرضة. فمثلا فكروا ازاي وقعدوا يبحثوا، طبعا حسب البيئة بتاعتنا لقوا ان مثلا ان حيوان الترسة بدأ ينقرض، وعشان كده بدأت تنتشر الأناديل. فابتدوا يشوفوا ازاي يجيبوها ويعملوا لها عشان يحصل توازن في الطبيعة، توازن في الطبيعة، وابتدوا يدرسوا ابتدوا يدرسوه. طبعا احنا بنخليهم يدرسوه كأنه فعلا هيقيم المشروع، لأن هو فعلا بعد كده ممكن نساعده ان هو ينفذ. فابتدى يشوف مين الجهات، هيتواصل ازاي مع الجهات اللي تسمح له بكده، ازاي هيجيبوا الترسة، ايه المكان اللي هيقدروا يوفروا له البيئة، وازاي يتواصلوا مع المختصين في الـ في في الـ في الحياة البحرية او كده. طبعا من اهم المشاكل اللي هم كلهم طرقوها لوحدهم اللي هي مشكلة البطالة، وقعدوا يدرسوها مشكلة البطالة بيبقى سببها ايه، وازاي يلاقوا لها حلول.
في فكرة تانية كانت جميلة جدا، في طالب عمل مشكلة للي هم اوفر ويت، الوزن الزائد، الوزن الزائد، ولكن يساعدوه اونلاين. الله. ازاي يجيب له اوفرز في الجيم المختلف، ازاي يدوله نظام غذائي. كان في افكار متنوعه، وشايفه انها افكار كلها يعني مجتمعيا مطلوبه بالظبط. خليني اسالك هذا السؤال، ويمكن يعني بيتبادر لاذهان ناس كثيره من اللي بتتابعنا، فكره انه هذه الافكار المبتكره جدا وقد كده هي مهمة وهتفيد المجتمع والبيئة كمان، إزاي ممكن نكون بنساعدهم في الخطوة اللي جاية إنه هذه المشاريع تتحقق على أرض الواقع فعلا؟ هو برضو من الحاجات اللي بتدعمها أكاديمية البحث العلمي والدولة عموما طبعا تحت وزارة التعليم العالي، في الحاضنات. يعني بعد نوادي ريادة الأعمال ده، لمجرد دي بنحط اللبنة الأولى زي ما بنقول في فكر الولاد في ريادة الأعمال. في بعد كده الحاجة الأكبر اللي هي الحاضنات، ودي بتبقى أكتر للي هم اتخرجوا أو خلاص هم من السنوات الأخيرة، أو ممكن السن بيبقى أكبر كمان. الحاضنات دي فعلا دي بتبقى بتدي بقى حاضنة لمدة 3 شهور، بنديله مكان يعمله بمثابة مكتب ليه، بياخد دعم مادي، طبعا بياخد دعم فني، لأن الحاضنة دي بتبقى عبارة عن الدعم الفني. وفعلا احنا مفروض في نهاية الحاضنة بننشئ شركات حقيقية وورقها مسجل، و بنبتدي نوصلهم بانفستورز. ده حصل قبل كده بالفعل؟ ده حصل بس مش في جامعتنا، لكن حصل في جامعات تانية اخرى كتير. يعني فيها مصر مليانه حاضنات كتير، وطلع منها شركات ناشئه كتير. لما الجامعه الخاصه بيكو تشوف انه هذه المشاريع الجيده قابله للتنفيذ على ارض الواقع، هل ممكن تكون بتدعم هذه المشاريع وتمثل البريدج زي ما بيتقال، او هذا الكوبري اللي وصلها لهذه الحاضنات؟ بالظبط بالظبط. احنا ان شاء الله في جامعتنا هتقيم حاضنه برضو تحت رعايه اكاديميه البحث العلمي ان شاء الله، بحيث ان احنا الافكار اللي هي اتولدت صغيره قوي دي لما تتبلور اكتر نقدر تخش الحاضنه. وبيبقى في طبعا الحاضنات دي لما بنفتحها للمجال، مش داخل الجامعه بس، لما بنفتحها للمنطقه المحيطه، وبعدين احنا هتبقى حاضنه متخصصه في مجال الجرين تكنولوجي. ولما هيتقدم عدد هنختار احسن عدد ونبتدي ندعمه. اعتقد ان دي اخبار مفرحه للشباب جدا اللي كانوا معاكم في هذا المعسكر. لو كلمتينا اكتر عن، يعني احنا انا فرحانه الحقيقه وحضرتك بتحكي عن شبابنا الجميل وبتقولي ان عندهم افكار شكلها عامل ازاي، قولي لنا وحضرتك بتتعاملي مع الشباب من خلال طبعا الجامعه كل الوقت، ازاي بتشوفي الجيل الجديد وافكارهم الابتكاريه والمستقبليه، وازاي بيقدموا مشروعات فعلا بتخدم المجتمع المصري؟ هم الحقيقه فعلا هو شباب عايز يتحط على الطريق. يعني احنا اول يوم 130 طالب كنت كاني قاعده حقيقي في فصل كيجي حقيقي يعني، لكن بمجرد ما لفتي نظره وبداتي تشديه، وبعدين ابتدى يتشتغل بطريقه جديده. ما فيش انا مش سندر، انا مش عماله اتكلم وادي له معلومات، لا ده انا بساله وخليه هو اللي يفكر في السؤال وهو اللي يبحث على اجابه السؤال ونرجع نتناقش فيه. احنا كان انا والساده المحاضرين اللي معايا متخصصين في رياده الاعمال من اكاديميه البحث العلمي، كان في بنقول لهم احنا بنتعلم مع بعض، انتوا بتتعلموا مني وانا بتعلم منكم. لما لقوا الجو مختلف وطريقه ايجاد المعلومه مختلفه ابتدوا يندمجوا، وفعلا انا بقيت فرحانه وبقول جمله كده داخليا، بقول مصر بخير، ان الولاد دول محتاجين يتحطوا على الطريق الصح. وفعلا ابتدوا وعملوا برزنتيشنز. يعني بعد 5 ايام كان في ناس في اليوم الاول انا مش متخيله ان دول هيكملوا معايا. بعد 5 ايام عملوا برزنتيشنز حلوه جدا واتحطوا على الطريق فعلا.
في ظل جائحة فيروس كورونا طبعا والتباعد الاجتماعي وكل هذه الأمور، قولي لي المعسكر ده كان عامل ازاي أكتر؟ وفكرة الأونلاين، هل بتلجأوا أحيانا للأونلاين علشان ما يكونش فيه يعني التعامل المباشر، ولا إيه اللي بيحصل؟ هو المعسكر ده طبعا كنا على بقدر المستطاع، طبعا إحنا في دخول القاعة، هي قاعة كبيرة بقدر المستطاع، عملنا طبعا قياس الحرارة والكمامات كل الإجراءات، كل الإجراءات المطلوبة، وكان في تباعد، لكن هو في جزء كان بيشتغلوا فيه مجاميع، فبرضه بقدر المستطاع كانوا في تباعد وهم بيشتغلوا مع بعض. لكن طبعا احنا ممكن، لان المعسكر اللي جاي ان شاء الله هيبقى معسكر اونلاين، وفي دلوقتي من البرامج الكتيره جدا موجوده اللي اقدر اقسمهم على الجروبس اونلاين، اقدر اقسمهم في رومز اونلاين. ففي يعني المره دي انا العدد كان زياده جدا، وطبعا علشان نقدر نستفيد ما يبقاش مجرد عدد، انا عندي اوريدي ويتنج ليست، المجموعه هتشتغل المعسكر القادم ان شاء الله اونلاين، وفي اكتيفيتيز كتير لرياده الاعمال وتعتبر هاندز اون، او يعني بتبقى يعني تفاعليه على الاونلاين. أعتقد أن كل مجموعة هتخلص هذا المعسكر هتكون بتشجع مجموعة أخرى أنها تلتحق بهذا المعسكر بهذا الجمال اللي بسمعه من حضرتك. طبعا حضرتك ذكرتي أكتر من مرة مهارات الأساسية لريادة الأعمال، قولي لنا برضو علشان اللي بيسمعونا واللي متابعينا من خلال شاشة الفضائية المصرية، إيه المهارات الأساسية لريادة الأعمال؟ أول حاجة زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الباشن، الحب. يعني أنا ممكن أكون خريج صيدلة بس أنا عندي فكرة في مجال تاني خالص بحبها وعايزة أعمل فيها بزنس. تاني حاجة إن أنا أكون جوايا صفات الليدر، أكون قائد، لازم أكون قائد، ولازم إن الـ كمان أنا مش هقود الفريق بصفة القائد اللي هيدي أوامر، لا إحنا بنكمل بعض، لأنه مش المفروض الفريق يكون كبير علشان أقلل المصاريف، فإحنا المفروض أنا ليدر بس في نفس الوقت إحنا بنكمل بعض. الريسك تيكر، أو إن هو قادر على إن هو يبقى يخوض المخاطرة، يبقى في انا عندي استعداد ان انا هنزل السوق وعارف ان انا احتمال كبير يبقى في خساره، بس بعد الخساره دي هيكون في ان شاء الله مكسب. طبعا رائد الاعمال لازم يكون عنده صبر، لازم قبل كل ده جنب الباشن لازم يكون انوفيتيف، لازم يكون عنده روح الابتكار، ولازم تكون الفكرة اللي جايبها فكرة مش مكررة، مش موجودة في السوق، فكرة مبتكرة، وعنده استعداد انه يطورها. الفكرة دي لازم تكون فلكسبل، ان هي تتغير وتتطور على حسب الظروف اللي هتقابله اثناء وهو بينشئ البيزنس بتاعه. كلام حضرتك كلام مشجع جدا لكتير من الشباب، لكن في شباب اخر يقول لك انا ما عنديش المهارات قوي دي، هل ممكن حد ما عندوش هذه المهارات يلجأ للمعسكر لتنمية هذه المهارات واكتشاف قدراته الذاتية؟ طبعا طبعا، هو ممكن يكون شايف نفسه ما عندوش، لكن هو ممكن لما بيخش وبيندمج، يبقى حتى مش شرط تكون هو الليدر، ممكن يبقى هو حد من الفريق، بس هو عنده حاجة هيكمل بيها الآخر. فالمهارات فعلا بتكتشف، وده اللي أنا كنت بقوله لهم في الأول، أنت ممكن تكون مش شاطر قوي في كليتك، أنت ممكن تكون المادة العلمية اللي بتقدمها مش بتحبها، جرب يمكن تلاقي هنا نفسك. هل في ناس دخلت المعسكر وما كملتش؟ عدد قليل قوي، يعني احنا كان يعني كان العدد وصل ل 150 و140، فهم 10 او 15 اللي ما كملوش، واسباب مختلفه، ممكن يكون الموضوع مش مستهويهم، وفي منهم مثلا كان عندهم محاضرات من الكليات العمليه اللي مش قادرين ان هم يعدوا محاضره او محاضرتين. يعني التسويق، هل من ضمن اللي بيدرسوه في خلال هذه المعسكرات ازاي كمان اسوق لمشروعي؟ لانه جانب هام، مش بس ان انا اعرف اعمله لكن كمان انا اسوقه. بالظبط، احنا من ضمن البيزنس موديل بتاعهم، الهيكل اللي هم بيعملوه، جزء اللي هو التشانلز بينهم وبين الكاستمر، فلازم يذكروا الطريقه اللي هيسوقوا بيها المنتج او البيزنس بتاعهم او اي السيرفيس حتى اللي هم بيقدموها، لازم يشوفوا هيسوقوها ازاي، اونلاين هيسوقوها، بفلايرز، لازم يقولوا الطريقه اللي هيعملوا بيها الماركتنج، لازم حته البراندنج، انا هعمل فكره جديده لازم اعمل لها شكل خاص مميز مختلف.
الحاجات دي كلها بيدرسوها. الحقيقة أنا يعني كلام حضرتك مشجع ومفرح ويطمننا على شبابنا كمان جدا، وإنه اللي جاي إن شاء الله أفضل بهذا الشباب اللي بيبتكر وبيفكر من أجل نفسه ومن أجل كمان مجتمع. وبشكرك جدا ضيفتي العزيزة دكتورة جيهان حمزة عامر، مدير مكاتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. شكرا جزيلا لوجودك معنا. ميرسي لحضرتك. شكرا. أشكرك.